السلام عليكم شباب وحياكم الله مره ثانيه في حلقه جديده في ويلو. وين احنا اليوم حسن؟ احنا اليوم في ماركت 338 العدليه بتنظيم الرواق وبدعم من بحرين نور العين. فحلو انه صراحه تجي تتمشى ويكند وسوق وحركات وشغلات كذي، والمكان اصلا حلو العدليه. يعني اللي يبي يعرف وين ماركت 338 ما يخفى على اي بحريني، شارع كوكوز او شارع ليلوس في العدليه. الايفنت مو بس في مثل ما يقولون بس السوق او بس الستولز اللي يبيعون فيهم شغلات، لا، الايفنت فيه عده شغلات مختلفه. انا شغله اللي تعجبني في تنظيم الرواق عاده لما يسوون لك فعاليه في العدليه هني الشغلات هذه مثل ما تشوفون، يعني في كل مكان بتشوف ارت ورك، بتشوف شيء، وعاده يكون شيء له خص في الريسايكلينج. طبعا حسن ماركت 338 يكون موزع على العدليه، موزع على المجمع 338، هذه قسم واحد، وبنزور بعد الاقسام الثانيه. فاحنا الحين جايين هني القسم الثاني من ماركت 338. اوكي، هني بعد في فرقة وفي ستيج وفي قاعدة والناس قاعدين ومستانسين، والناس اللي مع عيالهم والناس اللي مع ربعهم. معك نواف كوهجي من بحرين نور العين، مهرجان وطني يبتدي من 15 ديسمبر ل 16 فبراير. المهرجان بيسكلي هو فيه ثلاث فعاليات رئيسية: شوبينج فيستيفال وبازارات متنقلة وجائزة ريادة الأعمال. اسمي علي محمد، احنا فاتحين محل اسمه جامبينج بلاي. هو المحل أصله في ريادات مود، مو نفس الطين العادي، لها نون توكسيك. هذي طين؟ ترى ملمسه صراحة كأنه رابر أو شيء، يعني الناس يمكن أنتم ما تقدرون تجسون، ولكن فعلا يعني شيء حي. My name is Jason Bacheri. I'm from the Green Zone. We're down here at 338 Market promoting our recycling, sustainability, hydroponics, and other things for our environmental center. I'm Zahra. احنا هنا في Market 338. Designer for abayas. Yeah, my name is Zainab, and we do basically contemporary abayas. We try to go out of the like. Abayas is for every day, but we tried to do it in a different concept. إيش رأيك في الفعالية في ماركت 338؟ والله فعالية حلوة، ويعني ما قصروا، تنظيم حلو وكل شيء تمام، في الجو راح تجيب الأتموسفير ثاني. مرحبا، هاي أنا إيمان طاهر، عندي براند أنا إيمي. أوكي، حاليا صار لي 2 years ولا أنا طلعت في تيبشت. إن شاء الله تعجبكم. محمد سراج from Besuited. I'm the co-founder of Besuited. I'm one of the partners. I've got my cousin Hisham with me. He's the other partner. Well, Besuited is the men's accessory shop, and we basically got accessories for the suit. مساء الخير، أهلين. إحنا معاكم هنا من معرض 338 في سيمبلي بلا، وأنا قاعد أتكلم عن بالنيابة عن ريهام قنبر مصممة الأزياء، وإحنا هنا كلنا عشان we support her. زين، وشكرا لكل اللي شاركوا معنا، ويلا تعالوا زورونا. اوكي، انا اسمي نشاط، ومشروعي نشاط درايد فروتس. اللي عندي فواكه مجففه من دون سكر او اضافات او مواد حافظه. عندنا البينات باترز اند ذا جامز اول هوم ميد وذ نو اكسترا بريزرفاتيفز. اسمي فرزانة، عندي هوم كراكرز. مشروعي عبارة عن مقرمشات صحية خالية من القمح، وكلها فيها بذر الكتان وسمسم وعباد. مرحبا، أحمد إبراهيم السباع. مشروعي جوسينج، ديلي جوس اسمه. نسوي جوسينج، طبعا ما نستخدم البلندر، نستخدم جوسر. عندنا هني مثل ما تشوفون ما عندنا لا شجر، نو شجر، نو سولت، نوثينغ. هاي، أنا عزة الجيري، and I own the country and I'm a jewelry designer. The country stocks a selection of regional designers, and here at Market 338 we're stocking a different stock than what we usually have. حاتون طاهر من أناتونا، عندنا محلنا ديزاينات متنوعة من الجاكيتات إلى التيشيرتات إلى الفساتين إلى الجلابيات.
مع هالشباب حبيب، بس ابي اخذ رايك في ماركت 33. والله الماركت في الحقيقه نشاط ممتاز للمستوى البحرين، وما شاء الله اشوف الشباب وايد مشاركين، منهم بنات ومنهم صبيان. Hello, I'm from Miami. We are brand, Ozibus brand. We still didn't launch. We're launching in January 2015, inshallah. Basically, we're going to have a website and an application. You go on the website, you upload your pictures. It's really easy. It's private. Only you will see those pictures. Read your own book, however you want to do it. And we print it out for you, and it comes out as an album, as a photo. Hi guys, welcome to the Arawak 338 market. My name is Thomas Steinmetz. I'm here representing my company, Saucy Specialty Foods. And here I have stocked of beautiful organic juices. It's two flavors, peach mango and blue. My name is Fatma Abdelkarim. Our product is CLO. We started from home. We do mainly cookies, puddings and cakes. Our best-selling ones are our chocolate chip cookies and our Nutella sea salt cookies. And we've newly added our Zafaran cheesecake and our sea salt, salted peanut cheesecake. Hi, this is Leyland from the Kidei Jewelry. We're selling jewelry in silver and gold. And Hi, my name is Sama Ghaith. I'm the owner of Trendy Threads Bahrain. It's basically a clothing line that mixes modern and traditional clothing, and we're trying to bring back Bahraini and Khaliji culture into everyday wear. وفي نهاية الفيديو لا تنسون تسوون لنا لايك شير وسبسكرايب، ونشوفكم في حلقة جديدة في مكان جديد، ولا تنسون في الكومنتس تقترحون وين نغطي أو وين نزور المرة الجاية.